صلى الله عليك يا سيدي يا رسول الله، صلى الله عليك يا مولاي وعلى أهل بيتك المعصومين. سلام الله عليك يا سيدة النساء، الزهراء، يا كثيرة الأضلاع، يا أيتها المظلومة الشهيدة، يا ليتنا كنا معكم سادتي فنفوز فوزا عظيما. يا زائرا قبر النبي بطيبة، إن شاء الله تروحون الطيبة تزورون قبر المصطفى. هذا الشاعر مؤمن يوصيكم. يا زائرا قبر النبي بطيبة تستاف عرفا من نبوة أحمد، سلم على ذاك الجناب وقل له هل فاطم حظيت لديك بمرقدي. سئل قل له الزهراء وين قبرها. سلم على ذاك سلم على ذاك الجناب وقل له هل فاطم حظيت لديك بمرقدي. كانت لديك أثيرة وصفية يا رسول الله، كانت لديك أثيرة وصفية فعلى ما لا ندري لها من مرقدي. فإذا استبد بك الوجوم فعرجا صوب الأحبة في بقيع الغرقدي. فهنالكم زين العباد وعمه، فهناك زين العابدين وعمه الحسن الزكي وجعفر كمحمد. أقرئهم عن السلام مسائلا. نسأل البقيع يقول أقرئهم عني السلام مسائلا، هل فاطم هل للبتولة جنبكم من ملحدي. فإذا وجمت ولم تفز بإجابة. هسه مرة ثالثة وين الروح؟ سألنا النبي، سألنا البقيع.
فإذا وجمت ولم تفز بإجابة فارمق إلى النجف الشريف الأبعد. يا علي من شهد المصائب كلها ينبيك من شهد المصائب كلها عن قبر فاطمة بدون تردد. شو يقول الإمام علي؟ شنو جوابه؟ قال إنا أضعنا قبرها لنشيده في قلب كل في كل قلب طاهر متودد متودد. شاعر آخر عند سؤال، عند مجموعة أسئلة، لكن شيء غريب المن يسأل عن مصاب فاطمة، يقول توجه بالسؤال لبسمار الباب، يقول له صار لك مدة تعيش بدارها. لا لا، قلبك قلبك حضره حضره عند الحسين. صار لك مدة تعيش بدارها تعصرها يا بسمارها. إيه انت يوم اللي دخلت ذاك يا الجسد قاب قوسين وصليت مني الصمد، يعني سورة قل هو الله نزفت الدم من جميع أكتارها. يا 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 إقلا يا 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 باب باب من نجذوع وثجيلة وزن، يا باب من نجذوع وثجيلة وزين وزين لو هو تعلقع ترجنها رجل. ليش وصار؟ قال انطبقتي على امي الحسن طابق الجفن، وقام يعصرها الزنيم بحاله. يا 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 قام يعصرها الزليم بحاله. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم، إنا لله وإنا إليه راجعون. أيها الأحباب، روى صاحب كشف الغمة في المجلد الثاني علي بن عيسى الأربلي رضوان الله تعالى عليه عن علي أمير المؤمنين عليه السلام عن فاطمة عليها السلام قالت: قال لي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى عليك غفر الله سبحانه وتعالى له وألحقه بي حيث كنت من الجنة. اللهم صل على محمد وآل محمد. مقدمتان قبل الشروع بتفاصيل هذا الحديث المهم. عادة هذه الأحاديث القصيرة نغفل بعضا من معانيها، يعني لقصرها نتجاوزها بسرعة. مقدمتان: المقدمة الأولى، أيها الأحباب، أمرنا من الله سبحانه وتعالى أن نتعامل مع أحاديث السماء، مع أحاديث الوحي التي هي القرآن وأقوال العترة الطاهرة عليهم السلام لعصمتهم، لأن الدليل دل على عصمتهم
فأصبح كلامهم نور على حد تعبير الزيارة. أمرنا أن نتعامل مع الأحاديث النورانية السماوية اللي مصدرها سماوي وحياني، أن نتعامل بنوع من أنواع القوة الفكرية. يعني ليش؟ ليس باستسهال نستسهل المطلب، لا، وإنما نكون قصديين قدر ما نستطيع، ندقق في كل صغيرة وكبيرة، في كل حرف حرف. الله تبارك وتعالى هكذا قال في القرآن الكريم: يا يحيى خذ الكتاب شنو؟ بقوة. ليس المقصود منها القوة العضلية، لأن هذا يكون سوء أدب. خذ الكتاب بقوة، قوة عضلية، سوء أدب هذا. لا، خذ الكتاب بقوة عقلية فكرية، يعني بتعبير آخر استنفر كل ما عندك، كل ما عندك لتفهم عن الله سبحانه وتعالى ما أعطاك إياه من كلام. وهذه النقطة الأولى سهلة جداً يسيرة. ثانية، النقطة الثانية أيها الأحباب، كل قاعدة هناك، كل قاعدة في الإسلام، كل قاعدة بلا استثناء، فإنها تستبطن شروطاً ضمنية أو يكون معها شروط في نفس السياق. فلا نستسهل حديثاً آية من الآيات ونغفل عن الشروط الضمنية. ما هي الشروط الضمنية إخواني؟ بدءاً من لا إله إلا الله، بدءاً من لا إله إلا الله، ما شاء الله شروط كثيرة فيها. ليس كل من قال لا إله إلا الله أتقنها، أعطاها حقها. لا إله، لا نافية للجنس في اللغة العربية، تأخذ مثل إنه وخواته، تأخذ اسم وخبر، يعني تأخذ مبتدأ وخبر، واحد المبتدأ يكون اسمها والخبر يكون يعني خبرها، هو خبر خبرها، زين؟ فتنصب الأول، حركة الإعرابية إلى راح تكون الفتحة، تنصب الأول ترفع الثاني، مثل إنه لا إله، الخبر وين؟ إله اسمها، اسم لا نافية للجنس. خبرها وين؟ خبرها محذوف، تقديره موجود، يعني لا إله موجود إلا الله. شوفوا شلون عبارة دقيقة، لا إله موجود إلا الله. زين، على أرض الواقع أكو آلهة غير رب العالمين؟ أكو. ما لنا علاقة بالكفرة، تعال إن أنا وياك كمؤمنين، كمليين، كموحدين، أنا وأنت. قال الله تبارك وتعالى عنا، وهذا مفهوم صادم لنا، صادم، أقولها بملء الفم، صادم، قال: وما يؤمن أكثرهم، وليس الأقل أيضا، وما يؤمن أكثرهم بالله إلا وهم مشركون. سبحانك يا ربي، ما قصة هذا الشرك؟ أنك تعبد الله سبحانه وتعالى وفي نيتك فلان يراك، رياء، شرك في العمل، واضح؟ أنك تعبد الله سبحانه وتعالى وفي قلبك لست راضياً عن الله، ساخط على الله، قسمته ساخط على الله. وما أكثر الذين يسخطون على الله سبحانه وتعالى. نستجير بالله من كل خطل وزلل. فشروط ضمنية، بدءاً من لا إله إلا الله، والإمام الرضا قال: بشرطها وشروطها، وأنا من شروطها، أنا من شروطها. لا إله إلا الله ما ترجع لغير اللي رب العالمين نصبه وتأخذ منه دينك ومعالم دينك، لازم ترجع للذي نصبه الله، هذه ضرورة لا إله إلا الله. على كل حال، شروط مستبطنة، فلا نستسهل المطلب أيها الأحباب. يأتي أحد فيقول: إيه جميل جداً، من صلى على فاطمة غفر الله له، سلام الله عليك يا سيدتي، من صلى على فاطمة غفر الله له، ألحقه برسول الله حيثما كان في الجنة. إذن دخول للجنة مجاني، غفران للذنوب مجاني، بمجرد أن صليت على فاطمة عليه السلام. أهكذا يفهم الحديث؟ كلا، لا نكون من الملة المستسهلة لأمر الله أبداً. أكو معيار، أكو ضابط، التفتوا لإخواني جيداً جيداً، التفتوا لي، جزاكم الله خير الجزاء. هنالك ضابطة تعرف من خلالها نفسك، وأعرف من خلالها نفسي، هل أنا مغفور لي أو ليس مغفور لي؟ عندنا ذنوب لو ما عندنا ذنوب إخواني؟ ها؟ كل ابن آدم خطاء، كلنا خطاء. أكو ضابطة، كيف أعرف أن أخطائي، ذنوبي سيغفرها الله سبحانه وتعالى أو ممكن أن تغفر؟
والمسألة نفسية، سندخل الآن في أغوار النفس، في بعض أعماقها، وجوه من العمق. وكيف أعرف نفسي أني لست مستأهلاً للغفران؟ لا أستأهل الغفران، لا أستحقه. كيف أعرفه؟ معيار ضابطة يذكرها إمامنا زين العابدين عليه السلام، طبعاً ذكرها في أكثر من موضع من أدعيته المباركة، في الصحيفة السجادية ذكرها، في دعاء أبي حمزة الثمالي ذكرها. أكو اختلاف في التعابير، لكن الزبدة هي هذه. قال إلهي ما عصيتك إذ عصيتك، أنت شوف نفسك يعني في قرارة نفسك، أنت ذنوبك هذه كيف احتستها، كيف احتقبتها واحتطبتها على ظهرك؟ شلون حصلت هاي الذنوب؟ كيف؟ هل حصلت عليها بهذا النوع أو بهذا النوع؟ هذا النوع مغفور له، هذا النوع في الحري في الأحرى، لا نريد أن نتحدث نيابة عن الله، بالحري لست مستأهلاً للغفران. شنو النوع الأول المستأهل للغفران؟ قال له إلهي ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاحد. إن شاء الله واضح. ما عصيتك إذ عصيتك وأنا بك جاحد، ولا لربوبيتك متعرض، ولا لوعيدك مستخف، ولا بأمرك متهاون، ولا بأمرك متهاون، أو في نص آخر ولا بنظرك متهاون، يعني جعلتك أهون الناظرين إلي. لا شنو؟ قال له ولكن خطيئة عرضت لي وسولت لي نفسي، وغرني سترك المرخى علي، فأنا الآن من عذابك من يستنقذني. يعني شو يريد يقول الإمام عليه السلام؟ يريد يقول الذي يذنب، ليس الإمام، هذا يعلمنا الإمام عليه السلام تعليم لنا، يقول أنت ارجع إلى نفسك، كيف أذنبت الذنب؟ هل أذنبت الذنب وكان في نيتك قبل أن تذنب المجاهرة مع الله سبحانه وتعالى بالمعاصي؟ هل كان في نيتك أن تستخف بنظر الله وإن شنو يعني معصية؟ هل في نيتك أن تستحقر الذنب نفسه؟ وأشد الذنوب عند الله ما استهان به صاحبه. هل أن نيتك دافعك للذنب هذا كان هو محبة أن تشيع فاحشة في الذين آمنوا فبشرهم بعذاب مهين؟ شنو نيتك؟ أو لا محض خطأ أو محض شهوة، محض شهوة على أنه، بعد ما نكمل المطلب، على أنه أثناء ما أنت تذنب وبعد ما أنت تذنب يجب أن تكون عندك حالة فرار وفزع حقيقية، ليست تمثيل، حالة فزع وفرار من حالة الذنب، من استشعار أنك مذنب، تفر من هذه الحالة فراراً حقيقياً، بالأحرى مغفور لك. شوفوا كم نص يعضد هذا المفهوم، وذكرت نص الإمام زين العابدين بعد الراد. بسم الله الرحمن الرحيم، سارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض أعدت للمتقين الذين ينفقون في السراء والضراء والكاظمين الغيظ والعافين عن الناس والله يحب المحسنين. والذين، لا زال الحديث عن المتقين، والذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم، شنو فرقهم عن غيرهم؟ قال ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، يعني حالة فرار، ذكر الله سبحانه وتعالى ومغلس تعبيرنا، لا فر إلى الله، ذكروا الله واستغفروا لذنوبهم، فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله، التفت، ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون، يعلم أنه مذنب، يعلم أنه مخطئ، يعلم أنه مستأهل للعقوبة، فيرجو الله ويسأل الله العفو والمغفرة، حري أن يغفر لك. أما هذه الحالة الآن منتشرة للأسف الشديد في مجتمعنا، حالة استساغة الذنب أو التبجح بالذنب، إياك ثم إياك، هذه من أسباب نزول العذاب السماوي على أهل الأرض إذا استخفوا بالذنوب. إذا استخفوا، رب العالمين ما يريد من عندك تصير مثالي 100%، هو ما عصمك، خلقك لست معصوما، يدري بيك ضعيف ويدري بيك عندك شهوة ويدري إلى آخره، علام الغيوب. لكن الشيء اللي طلبه من عندك أن لا تصر على الذنب، لا تقلب الذنب طاعة، لا تبرر لنفسك حينما تذنب، لا تبرر لها، لا لا لا، قول أنا أخطأت، خلص إلهي أسألك العفو والمغفرة، لن أعيد هذه الحالة، لن أرجع إلى الذنب.
طبعا اذا وقعت مره اخرى احنا ماكو مشكله زين، لكن بدون ان تتعمد ان تترصد الوقوع في الذنب. لا، خطيئه عرضت لي. على كل حال، قال رسول الله مما اوصى به ابا ذر صلى الله عليك يا رسول الله ورضوان الله عليك يا ابا ذر، اسمع هذا حديث عجيب حقيقه من وصايا رسول الله الاكرم صلى الله عليه واله وسلم. قال: يا ابا ذر، يا ابا ذر، ان المؤمن اشد ارتكاظا من الخطيئه، يعني من يقع في الذنب المؤمن اشد ارتكاظا من الخطيئه من العصفور حينما يرمى به في شركه. عصفور، عصفور زين، وسريع التنقل، سريع الطيران، ما حد يقدر يعني يقتنص يحدد حريته. انت تخيل معي عصفور القيت عليه القبض ورميته في شرك، في شبكه، شلون راح يتحرك؟ ها؟ شلون راح يتحرك؟ شلون راح يفرفر تعبيرنا؟ ها؟ يحاول الفرار. النبي صلى الله عليه واله وسلم يقول: انت راجع نفسك، شوف نفسك حينما تذنب، حتى تشوف نفسك مؤمن لو مو مؤمن. اخواني، اذا اذنبت، هل حالة الفرار من الذنب، حالة بغض الذنب فيك كمثل العصفور، كمثل العصفور حينما ألقي به في شركه؟ مضطرب، مرتجف، خايف، تريد تطلع، تريد تطلع من شرنقة المعصية؟ ها؟ عندك هاي الحالة وما عندك؟ إذا كانت عندك بشر نفسك فأنت مؤمن. إذا لا والله عادي جدا، سهل جدا أن أعصي الله، أن أبيت في بيتي في داري وجماعة يطلبونني حقا، يداعونني بحقهم ولا أعطيهم ولا أستمع، هتشي أنا يو هتشي ياهو من عندهم، وطبعا هم يرجو المغفرة ويجي يصلي وكذا وإلهي وكذا. عجيب، مرارا وتكرارا أحكي هاي الحكاية وأقولها، أرجع أكررها بعد: السماء لا تخدع، السماء لا تخدع، دير بالك، كن صادقا مع الله، بزينتك، بشينتك، بخطأك، ما أدري، بجيدك، كن مع الله صادق. إياك أن تخادع الله، يخادعون الله والله وهو خادعهم، زين، وما يخدعون إلا أنفسهم. مع من تتعامل أنت؟ مع الذي يعلم السر وأخفى. مع من تتعامل؟ مع من تتعاطى؟ فلنكن واقعيين، فلنكن واقعيين، صرحاء مع أنفسنا. يا أبا ذر، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، التفتوا حتى نعزز هذا المفهوم وننتقل من عنده. يا أبا ذر، يا أبا ذر، إن الذنب على المؤمن، إن الذنب على المؤمن كالصخرة توشك أن تقع عليه. شايف واحد جوا صخرة مقعدين، والصخرة ها اليوم باكر بعد ساعة هسه تطيح، ما يدري يا ساعة تطيح، تقع عليه فتجعله نسيا منسيا. شلون يخاف؟ شلون يعيش حالة قلق، فزع نفسي؟ اقعد الآن يا مسياج يريد يطيح مثلا، شو يصير بيك؟ كل ساعة أقول لك يا أبا ترى بعد نص ساعة يطيح، بعد دقيقة، وهكذا، وأنت مجبر قاعد، قاعد تحت هذا الجدار اللي يؤول إلى السقوط، آئل إلى السقوط، شو يصير بيك؟ حالة فزع نفسي غير مسبوقة عادة. المؤمن يقول: مع ذنبه كصخرة معلقة فوق رأسه توشك أن تسقط عليه. هذا المؤمن ويذنبه هيك خايف من عنده، يا إلهي اغفر لي، فزع، فزع، فزع من الداخل. والكافر مع ذنبه قال: كذباب مر على أنفه فطرده. الله أكبر، شقد سهل الذنب عنده، ذبابة وقعت على أنفه هالشكل سوالها وخرت خلاص. نسأل الله أن لا نكون متشبهين بأخلاق الكفرة حقيقة. يمر عليك الذنب وتنام عادي طبيعي، ناس تطلبك حقوق، أيتام تطلبك حقوق، ما أدري متخارب وي أبوك وي أمك، وعادي نايم، نايم طبيعي جدا، تتناسى، تسحق على مشاعر الفطرة، على نداء الفطرة السليمة. إياك أن تفعل هذا، إياك أن تفعل هذا، قف، قف حدودك، قف مكانك. زين، هنا أخواني بعد هاي المقدمة، إذن الصلاة على فاطمة تغفر الذنب، تغفر الذنب، تلحقك برسول الله، هنالك شروط مستبطنة، حتما حتما شروط مستبطنة. الآن تعالوا إلى موضوعنا بعد الصلاة على محمد وآل محمد.
نحن في طريقنا إلى الله سبحانه وتعالى. لعله طابع محاضرة هذه الليلة سيأخذ بعدا عرفانيا أخلاقيا إذا جاز التعبير. خليكوا يا جزاك الله خير. إحنا في طريقنا نحو الله سبحانه وتعالى، أثناء سيرنا إلى الله سبحانه وتعالى نحو الكمال الإلهي، تترصدنا حجب ظلمانية تتعاورنا من هنا وهناك، تهجم علينا، تنقض علينا. على رأسها ثلاث حجب، ثلاث حجب مر عليهم سريعا. هسه نشوف موقع الصلاة، موقع الصلاة على محمد وآل محمد وين راح يصير، شنو فايدته؟ اللهم صل على محمد وآل محمد. الحجاب الأول إخواني، الحجاب الأول أو الظلمة الأولى، ظلمة الطين. مرينا علي مادر قبل كم ليلة، بعض الإخوة كان موجود، بس هيك بصورة سريعة. ظلمة الطين، الله تبارك وتعالى خلقنا ليبتلينا كلنا، كل إحنا، كل الخلق خلق ليبتلى ليمتحن في هذه النشأة الدنيوية. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثاً وأنكم إلينا لا ترجعون. أحسب الناس في الأنبياء، أحسب الناس أن يتركوا أن يقولوا آمنا وهم لا يفتنون؟ التفتوا، ولقد فتنا الذين من قبلهم فليعلمن الله الذين صدقوا وليعلمن الكاذبين. يعلم بمعنى يظهر، لأن الله سبحانه وتعالى علام الغيوب. ليعلم الله سبحانه وتعالى، يقول فليعلم الله سبحانه وتعالى الذين صدقوا ويعلم الكاذبين، المقصود ليظهر، ليظهر، ليعلم، ليظهر. في كل القرآن الكريم إذا شفتوا كلمة ليعلم الله من ينصره ورسوله بالغيب، اعرف ذلك معناه ليظهر. الآن خفف الله عنكم وعلم أن فيكم ضعفا، يعني وأظهر أن فيكم ضعفا. علم بمعنى أظهر، ليعلم بمعنى ليظهر. يعني أنت وأنا وين جادل؟ أكثر شيء جدلا بالقرآن الكريم يقول الإنسان أكثر شيء جدلا. فكيف يقطع الله سبحانه وتعالى دابر الجدل معه من بني آدم؟ من خلال اكتشافك لذاتك، فلن تتمكن من أن تجادل الله سبحانه وتعالى، ستكتشف نفسك. كيف يتم ذلك؟ من خلال إمرارك بطريق من البلاءات، يمررك بطريق من البلاءات. خلال هذا الطريق أنت راح تكتشف نفسك شنو أنت. خلاك مدير عام تكتشف نفسك نزيه سارق، خلاك أبو عائلة ظالم متسامح، خلاك ابن عاق وطائع لوالديك، وهكذا. فمن خلال هذا الطريق التكويني المتعرج أنت وأنا أكتشف نفسي وتكتشف نفسك، زين، تنجح أو تفشل. سبحان الله، نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجعلنا من الناجين من الناجحين. زين، فخلقنا لنبتلى لنمتحن. التفت إخواني، راح شوي ندخل بعد أكثر موضوعة علم النفس. خلق عندنا إرادة حرة، إرادة حرة يعني تريد بها ما تشاء. فكك بين الإرادة وبين الفعل، تطبيق الإرادة على أرض الواقع. أنت من حيث الإرادة حر مطلقاً، تريد ما تشاء. الآن فكر مثلاً، تريد أن تكون مثلاً أفضل من جبرائيل بالإرادة، بالإرادة تقدر تريد هذا الأمر وما تقدر؟ بإمكانك، أريده، أريد هذا الأمر، لكن ممكن أن تطبقه؟ قد يكون ممكن وقد يكون شنو؟ ممتنع، محال. واضح إن شاء الله؟ فأنت على مستوى الإرادة مطلق الحرية، شو تريد؟ ريد، تعبير الشعب الدارج. ماذا تريد؟ أن ما تريد ما تشاء، كيفك، مفتوح لك الخط. لكن من حيث تطبيق الإرادة على أرض الواقع، لا، لست مختارا. أنت ستصارع مجموعة من القوى الجبرية، قوى فيزيائية، قوانين كيميائية، قوانين اجتماعية، كلها تصارعها. يمكن أن تحقق إرادتك أو لا يمكن أن تحقق الإرادة، زين، هو هذا باختصار، باختصار هذا المطلب. إحنا أكثر ما يقعد بنا مشلولين عن بلوغ طاعة الله سبحانه وتعالى ورضاه النشأة الطينية، نوازعنا إلى البدن، إلى البدن الطيني، احتياجاته،
شهوة، طيني فلوس، طيني جاه، طيني سمعة، ما أدري، طيني كذا زوجة إلى آخره، أو نساء عموماً، يعني زوجة واحدة ما تكفي، فيروح يطلع على أعراض الناس، زين؟ فمهتم بالنشأة الطينية، بالبدن الطيني، ظلمة، هذه من الظلمات اللي أكثر الناس يقعون ضحايا لها. إذا ما تتمكن أن تتعالى على نشأتك الطينية ستبقى مرتكساً فيها. وطبعاً بين قوسين للعلم، للعلم، مو تتصور أنه إذا كبر عمرك راح تكره الدنيا. يعني كثير من الشباب يعني مخدوع بهذا الوهم، يقول يلا الآن أنا متعلق قلبي بالدنيا، إن شاء الله صير عمري 40 45 50 راح أكره الدنيا، ألتجئ إلى الله. ليس صحيحاً، هذا من وهم الشيطان، هذا من جملة الأوهام النفسانية التي توهمك نفسك فيها، أوهام من خلالها تقع ضحية للوهم. ما هي الحقيقة؟ حقيقة ومن نعمره في سورة ياسين، ملتفتي للأحبة ولا، ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. قد ما يطول عمرك أكثر تتشبث في هذه الحياة. ولذلك الله سبحانه وتعالى من ألطافه بنا الشيخوخة، ضعف البصر، الشيبة، تراجع القوى عموماً في البدن، هاي من ألطاف الله بنا. وإلا شيش لعنا من الدنيا، شي طلعنا ما نطلع، ذني ذني يلعو ذاك من ذاك اللي يكره الدنيا. ولا عم الأغلب لا والله تشوفه عمره 70 75 ومرشح، ومو في نيته يخدم الفقراء والناس، لا والله في نيته أن يسرق، أن يغل أموالهم، أن يغل أموالهم. سبحان الله، 75 عمرك، 75 عمرك وين توصل؟ ما جزع من الدنيا؟ لا ما جزع من الدنيا، بالعكس شهوته في الدنيا، حبه للدنيا، تطلعه لها أكثر من الشاب الغر للثامنة عشر من عمره، في العشرين من عمره، في 25 من عمره، لا 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 هذا أقرب إلى فترة الله بعد ما متلوث، بس تحكي حكاية حكاية قال لك إيه والله صحيح فعلا زين يلين قلبه. أما ذاك لا، تلوث، تكبل في الدنيا، كبلته الدنيا، غلته. ومن نعمره ننكسه في الخلق أفلا يعقلون. هاي من فرائد كتاب الله، من عجائب وغرائب وألطاف كتاب الله سبحانه وتعالى، جميل جدا. هاي الظلمة الأولى أخواني خلصناها. الظلمة الثانية بعد الصلاة على محمد وآل محمد، الظلمة الثانية أخواني ظلمة الفكر. هاي هم تعرقلك في مسيرك نحو الله سبحانه وتعالى. شنو ظلمة الفكر أخواني؟ شوفوا مثلا، أبدأ بمثال، أنت تطلع للسوق الآن تشتري لك فد علبة لحم، علبة ما أدري كذا، سمك، أي شيء، معلبات، هذه المعلبات زين. اللحم غير مذكى، غير مذكى يعني شنو؟ يعني هذا اللحم مستورد مثلا من بلاد أجنبية زين، هذه البلاد الأجنبية الذبائح لا تذكى، ما مستوفية شرائط الذباحة الإسلامية، معروفة زين، ما مذكور عليها اسم الباري تبارك وتعالى كأول شرط من شروط التذكية الصحيحة زين، جميل جدا. أنت الآن تعمدت أن تأكل هذا اللحم، ما هو الأثر الوضعي؟ طبعا أنت تقول أثر وضعي، يعني شنو راح يصير؟ تتصور أن صاعقة ستنزل، ستنزل من السماء، ستنزل من السماء وتطحن أعضاء عظامك مثلا، تنام تقعد الصبح ماكو شيء، الأمر جيد، خلنا نروح أشتري مرة ثانية، مرة ثالثة، رابعة، وهكذا حياتك أصبحت تعتاش من هذا. يعني لا تدقق كثيرا، إن جاء هذا اللحم مذكى كان بها، إن لم يكن مذكى فخلي لا يكون، ما يخالف. القرآن الكريم انطى خطورة، انطى خطورة هذا الأمر، استسهال هذه القضية البسيطة جدا استسهالها. قال بسم الله الرحمن الرحيم: ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ليش؟ الله اسمع خليك وياي. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. عجيب، يعني لو لم أكن فاسقا من ذي قبل ما استسهلت الأمر وأكلت من لحم غير مذكى. عجيب، فاسق؟ نعم. فتش القرآن ما يخدعنا، رب العالمين يقول فتش في قرارة نفسك، في أعماق ذاتك، ستجد أن فسقاً يلازمك ولم تكتشفه بعد. أكو فسق عندك، شوفه،
دوره. ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه وإنه لفسق. أخطر بعد، كمل الآية، وإنه لفسق وإن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. يعني شنو؟ يعني يقول الباري تبارك وتعالى إذا استمريت على هاي الحالة ما تراعي طعامك منين جايبه، مذكى غير مذكى، نجس طاهر حلال حرام، ما تراعي منين ما يجي خليجي تاكل، أنت بالحريسة تكون أذناً للشيطان، ينفخ فيك الشيطان شبهات، تصدر للمسلمين للمؤمنين شبهات. يا سبحان الله، إذا يوم من الأيام شفت نفسك هالشكل، أعاذنا الله وإياكم، أجارنا الله وإياكم من أن نكون أذناً للشيطان، بوقاً من أبواق الشيطان، نعوذ بالله، ينفخ فينا فنطلق شبهات على المؤمنين. لكن لو تعاورتك هذه الحالة مثلاً، زاولتك هذه الحالة، مريت بيها، مريت بها يا أخي مثلاً، شفت نفسك أكثر عملك، أكثر اهتمامك أن تشكك الناس في دين الله، راجع شغلتين، ذاك البعيد عندك فسق، عندك فسق، أمور فسق عندك، وشيء ثاني طعامك ما معتني به، ولذلك أصبحت بوقاً للشيطان، ذاك البعيد. سبحان الله، إن الشياطين ليوحون إلى أوليائهم ليجادلوكم وإن أطعتموهم إنكم لمشركون. شرك عبادة، شرك عمل، على كل حال. هاي الظلمة الثانية أيها الأحباب مهمة جدا، أن ظلمة في الفكر قد تنزل عليك، وسوسة، شبهات. الإمام الصادق عليه السلام يقول ما من قلب إلا وفيه أذنان، أذن مفتوحة على الشيطان، أذن مفتوحة على ملك من ملائكة الرحمن، فإذا هم العبد بالمعصية ناداه الشيطان وزين ذلك له، قال له إيه تعال تعال تعال، ويزين العمل له. ماكو شيء طبيعي، يا بتونس، حالك حال الناس، حالك حال الجماعة، شوف المجتمع وين واصل، لا تظل متخلف ذني، ماكو يصير الحلوات، شوف فلان، شوف فلانة، شوف ذاك مشهور، ذاك حصل فلوس، تزيين. فإذا هم بالطاعة ناداه ملك الرحمن هلم تعال إلى الطاعة، الإرادة بيدك أنت، الهم بيدك، لكن المنادات، المعاضدة، التزيين إما للشيطان إن كانت معصية أو للرحمن إن كانت طاعة. زين، والقرآن صريح قال وسوس نف للشيطان، وسوس ونف وتزيين وإيحاء واهل مجرة. نعم، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، صحيح، إن عبادي، عبادي نسبهم لذاته، إن عبادي ليس لك عليهم سلطان، يا سبحان الله، ليس لك عليهم سلطان، وكفى بالله وكيلا، وكفى بالله وكيلا، ليس لك عليهم سلطان أبدا. سلطان هم نوعين إخواني، سلطان نوعين، عباد الله أمام سلطان الشيطان على نوعين. أول سلطان، معنى من معاني السلطان أيها الأحباب، هو السلطان الجبري، يعني هل الشيطان قوة جبر علينا فيدفعنا نحو المعصية؟ كلا، القرآن الكريم قال لا. زين، وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم، إلى أن يقول وما كان لي عليكم من سلطان. النوع الأول اللي هو الجبر، ما عندي قوة جبر أجبركم نحو المعصية، شاش إلك، قال عندي سلطان تزييني، سلطان منادات فقط، منادات أناديك، إلا أن دعوتكم فاستجبتم، استجبتم يا هم، إحنا الاستجابة بأيدينا، فاستجبتم لي، فلا تلوموني ولوموا أنفسكم، لا تلوموني، لو كان سلطان جبري لوموني، بس سلطان تزيين بالحري أن تلوم نفسك، أنت صدقتني شو أسوي لك؟ وكل آية بين آية والثانية ربك رب العالمين تبارك وتعالى يحذرك، عدوك هذا الشيطان أنت ما تحذر، شو أسوي لك يعني؟ فلا تلوموني ولوموا أنفسكم. زين، هذه ظلمة الفكر. حجاب الثالث إخواني، ظلمة الرذائل الأخلاقية، هذا باختصار أمر عليه يعني سريعا حتى نروح لخصائص الصلاة. ظلمة الرذائل الأخلاقية أيها الأحباب، باختصار، باختصار، أن بعضا من الأخلاق الرذيلة
قد تجر صاحبها إلى معصية من معاصي الله سبحانه وتعالى. مثلا كأن يكون عندك رذيلة ذاك البعيد، يعني أحاشي هذه الوجوه الكريمة، كأن يكون ذاك البعيد عند رذيلة البخل، بخيل، هذا رذيلة البخل حتما ستجره يوما من الأيام لمنع حقوق الله أو حقوق الناس، حقوق المناطة في عهدته في عنقه، لن يكون شجاعا في دفعها، سيتراجع قطعا، باكر عقبه ما ادري والله ما عندي ما راحت. حقوق الناس كذلك، زين اذا ضيع حقوق الله وحقوق الناس كان من اهل النار بالحري. شو الرادله؟ الرادله يرفع رذيله البخل. شلون يرفعها؟ هذه ايضا قضيه شائعه ومخطوئه عندنا، نذكرها بعد الصلاه على محمد وال محمد. على حب الحسين الشهيد الثانية تعجيلاً في فرج مولانا بقية الله في أرضه الثالثة. عادةً أنا وياك أول ما نفكر إذا ردنا نصلح أنفسنا، أول ما نفكر برفع الرذائل عن أنفسنا، وهذا يعني خطأ تكتيكي، خلنا نعبر عنه تكتيكاً خطأ هذا. شلون أصلح نفسي؟ أولاً يجب علينا أن نكتشف الرذائل فينا، بعدين نروح نصلح. إذا اكتشفنا العطل نقدر نعالجه وما نقدر، يسهل علينا علاجه. إذا احنا ما مكتشفينه أصلاً شلون نقدر نعالج؟ أصلاً بالأحرى نشارف على موتنا، نريد نموت، راح خلصت الحياة وبعدنا إلى الآن نفكر احنا طيبين يوم مو طيبين، احنا أخيار يوم مو أخيار، احنا نستحق نكون من الصالحين يوم من الفاسدين، احنا ما ندري، والله ما ندري، اغلبنا ما يدري، ما يعرف نفسه، صح حق لو باطل، صالح لو طالح، ما يعرف نفسه. زين شلون تعرف نفسك؟ لازم تكتشفها. كيف تكتشف ذاتك؟ طريقين قدامك بصوره مختصره سريعه. الطريق الاول طريق التفكر في ذاتك، وهذا صعب على الكثير بل صعب على الاكثر. يا هو من عندنا الان قبل لا ينام قعد وفكر ليش حكيت هاي الحكايه وليش قلت ذيك الكلمه، وانا ملتزم يو ما ملتزم، وانا مخلص يو لا، انا منافق يو مخلص، ابدا ماكو شيء. زين حتى اذا نفسه اثناء ما فكر مع نفسه، نفسه قالت له عندك هاي رذيله من الرذائل، يحاول بالايحاء النفسي ان يبدلها الى شيء يعني زينها لنفسه، يزينها لذاته. لا والله مو بخل، بس شنت حريص لعائلتي، ها وقنع نفسه، التفت الشكل. فصعب جدا الا على الاولياء وعلى المتمرسين انه انت تشغل نفسك تناقشها تحاسبها، هذا صعب، صعب جدا. الطريق الثاني وهو الاسهل وللاسف الشديد ما نتعامل به ايضا، نستنكف من عنده. شنو هو؟ اعرض نفسك، اعرض نفسي على من عاشرني مده من الزمن من الخبراء في الشأن الاجتماعي، من المخلصين لي، من أهل الحظوة في العلم مثلاً أو في الأخلاق. يا أخي رمز من الرموز، إنسان مخلص طيب طاهر كذا إلى آخره، إنسان أشوفه مثالي وجهة نظري، أخوي صديقي قرايبي إلى آخره. هاي عادة إحنا نستكبر نستأنف من عدها، المفروض نفعلها في مجتمعنا. أنه هذا صديق صار له يا 5 سنين 10 سنين 7 سنين أقل أكثر، عمي سلام عليكم، عليكم السلام، شو صارنا 5 سنين أنا وياك، بالله أتعس شيء، أتعس صفة بي، شنو هي؟ شنو؟ والله سنرتقي بس خل شوي نصير شجعان. راح يقول لك والله ما تزعل يعني؟ ما أزعل، أنا أريد أطور نفسي. والله أكثر شغلة بيك ضوجتني يعني حقيقة، بس أستحي أقول لك أنت تخلف الموعد، 7 سنين أنا وياك مو صاحب كلمة أنت، أو يابا أنت ما أدري مثلا بخيل، خوش إنسان طيب صديقي 10 سنين بس والله بخيل، مو قلت لي صارحني بخيل. ستكتشف العجب، ما شايفني بروحك أنت ذني ولا مفكر، من اللي فكر يعني؟ من اللي يشوفني يومية؟ الحريق زوجتك المسكينة وبالعتن وساكتة، أمك أبوك أخوك كذا يجاملونك يعني، النتيجة ما يريدونك تزعل. زين لكن لو هاي الثقافة مفعلة عندنا، العرض على من عاشرني فترة من الزمن، أعرض نفسي عليه، جميل نرتقي. على كل حال إذن إخواني هاي ثلاث ظلمات،
بصورة مختصرة وسريعة. الله سبحانه وتعالى، الآن طبينا موضوع الصلوات، الله تبارك وتعالى من رحمته بعباده، من سعة رحمته ولطفه وتفضله وتحننه، أن فتح لنا محطات تزود مجانية، محطات نتزود من تقوى، نتزود علم، نجل الرين عن قلوبنا، هكذا يعني نفتت الذنوب، نفتت أحجار الذنوب التي تكلست على قلوبنا، مجاني، محطة مجانية. زين، مثل إيش؟ الصلاة على محمد وآل محمد. ما نحب نستسهل الأمر، إن شاء الله بخمس دقائق، يعني ما أحب أطيل، وبالمقابل ما أحب أستسهل أي أمر قدر ما أستطيع، كل ما أخلي إن شاء الله يعني موضوعي يكون يخلو من الفجوات بما الله سبحانه وتعالى يوفق، لا أدعي الكمال أبدا. أيها الأحباب، موضوع الصلاة على محمد وآل محمد بأركان، يلا التم ترى يعني حقيقة بناء عمارة، هيك خلينا نسميها عمارة الصلاة على محمد وآل محمد. إذا ما تكملها، ما تشيدها، ما يصير البناء، ما يصير البناء، يصير عمارة منقوصة، عوزة كهرباء، عوزة ما أدري كذا، تشطيبات. زين، عمارة شنو؟ أول شيء إخواني خلي يكون في البال، إن الله وملائكته يصلون على النبي، مو إن الله وملائكته يصلون، يا أيها الذين آمنوا شنو؟ صلوا عليه وسلموا تسليما. شنو معنى صلوا؟ صلوا خوف فعل الأمر، هو يأمرنا أن نصلي عليه، يعني أن نصلي على رسول الله. شو معنى صلي؟ يأمرنا أن نصلي على رسول الله. شو معنى نصلي عليه؟ إن الله أمركم بأمر بدأ فيه بنفسه، وثنى بملائكة قدسه، وثلث بجنه وإنسه، فقال قولة تعظم وتكرم، إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. شنو معنى صلوا؟ من معاني صلوا، إلها معاني وليس معنى، من معانيها اللي يخص موضوعنا الليلة، من معانيها مأخوذة، من أبسط معانيها مأخوذة من جاوبوني صلة، صلة، صلوا يعني تواصلوا وياه، لا تنقطعون عن محمد صلى الله عليه وآله وسلم، تواصلوا وياه. زين، راح تقول لي إن الله يتواصل مع محمد يعني تصل إن الله يصلي؟ نعم، إن الله وملائكته يتواصلون ويا النبي، الله يتواصل حتى ينطيه تبارك الله وتعالى، تيمد، الملائكة تتواصل حتى تاخذ، فإذا رب العالمين ينطي، يتواصل ينطي، الملائكة تتواصل حتى تاخذ، أنتوا يا أيها الذين آمنوا هم تواصلوا، بس من تتواصلون شغلة واحدة نطلب من عندكم، سلموا له تسليما، لا تعترفون عليه، صلوا تواصلوا بس مشروطة بشرط ضمني. شنو هو الشرط هذا؟ أو ظاهر ليس ضمنيا، ظاهر، تواصل وياه بس مو تواصل مستكبر، إيه قال النبي الغيبة حرام، إيه يا معود مو يستاهل فلان، لا، من قال لك حرام سلم له تسليما، من قال لك ربا حرام مو إيه ربا حرام بس والله محتاج كم فلس، لا، سلم له تسليما بهذا الشرط. هذا أبسط معاني الصلاة على محمد وآله، هاي أبسط معانيها. زين، هذا المعنى موجود عندنا وإحنا نصلي على النبي إخواني 24 ساعة نصلي اللهم صل على محمد، هذا مظهرها، مخبرها، جوهرها ذاك، تواصل مع تسليم، هو قال صلوا وسلموا تسليما. زين، هذا ركن، الركن الثاني للبناء لعمارة الصلاة، الركن الثاني أيها الأحباب، الله تبارك وتعالى وعدنا، قال أي واحد يصلي على النبي صلى الله عليه وآله، صلاة لفظية زين مشروطة بشرط هذا اللي ذكرناه، أي واحد يتواصل مع رسول الله بهذه الصلة، بهذه الصلة يتواصل معه، فإن رسول الله بالمقابل يتواصل وياك، يصلي عليك، أنت تصلي عليه، هو شو يسوي؟ يصلي عليك. هاي وين؟ قال بسم الله الرحمن الرحيم، خذ، يعني يا رسول الله خذ من أموالهم صدقة
تطهرهم بها وتزكيهم، جاوبوني، وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. الله، إذا صلى عليك رسول الله حزت على السكينة. السكينة أول رصيد الإيمان. ليش أول رصيد الإيمان؟ أقول القرآن الكريم قال الله تبارك وتعالى هكذا نطق، قال الباري تبارك وتعالى: خذ من أموالهم صدقة تطهرهم بها وتزكيهم وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم. هو الذي أنزل السكينة، في آية أخرى، هو الذي أنزل السكينة على رسوله وعلى المؤمنين ليزدادوا إيماناً. ها، فائدة السكينة أزداد بها إيمان. منين أجيب السكينة حتى أزداد إيمان؟ لازم من رسول الله. شلون أخلي يعطيني سكينة؟ لازم يتواصل وياي. شلون يتواصل وياي؟ أتواصل وياه، أصلي عليه فيصلي علي، تجيني السكينة، بالنتيجة يزداد إيماني. إذا ازداد إيماني شو يصير؟ إذا صارت عندي سكينة بدل إيمان يزداد، الله تبارك وتعالى يصلي عليك النور. هو الذي يصلي عليكم وملائكته ليخرجكم من الظلمات. إحنا كنا نعدد الظلمات ثلاثة، قلنا شلون تتخلص من عدهن؟ هذا طريق سهل، سهل، طريق الصلاة يخلصك من الظلمانيات. إمام الصادق عليه السلام يقول: اللي يصلي على محمد وآل محمد 10 الله تبارك وتعالى يصلي عليه 100، اللي يصلي 100 يصلي عليه الباري تبارك وتعالى 1000. الصلاة على فاطمة عليها السلام نفس الشيء، تواصل مع فاطمة، روحي لها الفداء، غفر الله له، غفر الله له. إخواني، الدخول للباب، ادخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين. دخول تقول حطة على الباب يقول تغفر لك ذنوبك. فكيف إذا كان صلاتك على فاطمة؟ والصلاة أيها الأحباب ليش أجرها عظيم؟ فكرت مليا فيها، ثم بعد يعني المطالعة وكذا وجدت أحدا من المؤمنين من النابهين ذاكر بكتابه قال: لعله فضل الصلاة، هذا اللي كل الصلاة على النبي كذا ثوابها كذا، ثواب عظيم، لعله نستحق الثواب العظيم على الصلاة لسبب واحد. لعله، أقول شنو السبب هذا؟ أن صلاتك عليهم نوع من أنواع الاعتراف بفضلهم عليك. الله أكبر. صحيح، أكثر الخلق استكبر على آل محمد، أنت لا، أنت ما مستكبر عليهم، متواضع وتراهم أفضل بدليل تصلي عليهم. اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها يا رب العالمين. وتلحقك هذه الصلاة برسول الله حيثما كان في الجنة. الله أكبر. عجب عجب عجب، حب الزهراء عجب والله. يا فاطمة، يا سيدة النساء، مولانا دار الزهراء موحشة من بعدها، هاي السر المستتر، سر الله المستتر في فاطمة. الجماعة ظلموها، قتلوها، ردوا أضلاعها، ماتت معلولة مريضة طريحة الفراش، دارها الآن موحشة الدار، خالية من فاطمة، من نور الزهراء، ظلمة ظلمة، داروا بها فاطمة، كانت تزهر لعلي عليه السلام الصبح وبالليل، يشوف نور الزهراء يزهر في داره. الليلة بعد نور الزهراء ما موجود ببيته. الله أكبر. أمير المؤمنين عليه السلام فد حالة صعبة عاشها بعد الزهراء، بعد فاطمة. أي والله، يقول زينب عليه السلام، خلنا نذكر أم الأحزان، أم الرزايا، يقول زينب تحكي وي أمها: أكو مكان للزهراء حتما تصلي بيه، المؤمن يستحب يتخذ له ببيته محراب، يعني مكان يكثر من الصلاة فيه دائما، مكان المصلى هذا. فكأن زينب عليه السلام تقعد بمصلى أمها فاطمة وتحكي وياها، تقولها: يا يما يا يما يا 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 يما، ما وصلن الخمس سنين. دمعة 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 زينب، وي زينب: يما يما، ما وصلن الخمس سنين، لا تموت وتيتميني يما، ويني
يما واني وان فقدك واليتم لا يهون عليك منيك انحرم عيني عيني ما شبعت من احضانك حلم عيني كلام رقيق هذا برقة عيني ما شبعت من احضانك حلم لا يهون عليك وتعوفيني يقول تقعد قبال الباب ليش قاعد قبال الباب قالت قال يا 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 بعد بعد قبل لا اقرا الابيات خل اذكر لك شنو مضمونهن فحواهن يقول زينب تطلب من ابوها الشاعر يقول تطلب من ابوها علي تقل لابوها شيل الباب شيل الباب ما اريد باب ببيتنا اريد برده بمكان الباب ليش يا زينب قالت له بعد 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 ما اقدر اصد للباب بعيوني بويا بعد ما اقدر اصد للباب بعيوني بعيوني من اصد لاذكر الزهرة تصيح الحقوني اذا ردتون اظل عايشه بهالدار ولازم بيها اظل وانسى كل ما صار شلون انسى الضلع والعين والبسمار وانا اسمع الزهره تصيح لحقوني يا ابويا الباب بدله وما اريد الباب يا ابويا وخلي برده تصير المحجار لان بالباب ضلع ام الزكيه انصاب وبكسره ضلع حلقهم فجعوني بعد تقل له يا ابويا يا ابويا يا ابويا يا ابويا بعد دم امي على العتبه يا ابويا بعد 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 دم امي على العتبه على العتبه وكان لسه ايديها المحسن تجلبه من اصد الباب دار تجيني كم حسبه اذا اتمنى موتي لا تلوموني يا ويلي بعد بعد هذا شاعري حاكي الامام امير المؤمنين حاكي خاطبه يقول له تختار الصبر مولاي او كل من عاتبك معذور بس كل لو صبرت شلون من شفت الضلع مكسور ريتك جنت حاضر كون يوم العاشر بعاشور كم ضلع مكسورة وكم عين لك مسطورة والنيران مسعورة والشامة من الصايات دمع عليها يتجارى يا علي يا أبا الحسن يا أمير المؤمنين كن حاضر وتشوف زينب يوم اللي وقفت يوم كربلاء ما أدري هسه بيا مكان منها التل يقول الرواية تقول التل محار التل قريب مصرع الحسين وقفت زينب بس بذاك الليل البهيم الأرض مولانا كلها دماء صبغتها دماء كربلاء الجو مظلم مغبر على زينب السماء تمطر دما الريح عاصفة خليت المنظر ببالك يا لا انت عند الحسين اطل المجلس حق المكان خصوصيته قال زينب واقفة الخيام محترقة
الجثث جثث أهلها قدام عيونه، وين تروح زينب توجهت الأبو علي؟ صاحت: أنت الذي جئت من المدينة إلى المدائن لتدفن سلمان، هذا عزيزك وحبيبك حبيب رسول الله ولدك الحسين ملقا على وجه الصعيد، تقل لأبويا أبويا يا من للنخاك تحضر فزاع 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 فزاع، عجب عجب عني يا أبويا تكضك القاع، لوين ما جيتني بلي على فزاع، بناتك يا ابويا يرحن ضياع. قالت: منه ياخذ معصب العقد الولاي، عاتبه ويشوف شنو معطله يا علي يا علي، احشو ياها. قالت له: يا علي يا علي اش بعد النجف عن كربلا كربلا يا، وعندك بواد الطفوف ضحايا، عندك بواد الطفوف الشم جسد مذبح من الروس حتى بالمهد، يا علي الكرار والأعظم وشد، العيلة ويا الروس تمشي سبايا يا أبويا. بيت الدعاء يقول: وإذا تشوف سوادة أقبلت من جهة الغري، زينب قالت: أيتها السوادة سيري وشمري على الله، إن جئتي قاصدة سلبنا نحن مسلبات خائفات. وإذا الصوت من السوادة، الله أكبر، أبوها علي الله أحياء عند ربهم يرزقون، قالها: يا أنا أبوك على هذا الحاجيج الحاجيج، يا زينب للحراسة جيتي ليج، أويل على أخوك ويلي عليك يا أبويا. سمعت أبوها قالت لأبويا: علي لي اش ما جيت من طاح اخويا وحرقوا البيت، بويا حرقوا البيت سالم يا ابو الحملة، تمنيت وتشوفني بيا حال مسيت. قم يا علي فما هذا القعود وما عهدي تغض على الأقذاء أجفانا يا الله. نسألك وندعوك ونقسم عليك بمحمد وآل محمد، اقض حوائجنا، اشف مرضانا، يسر أمورنا، عافنا واعف عنا يا كريم، عجل في فرج مولانا بقية الله في أرضه. القائمين لهذه الخدمة تقبل منهم بخير قبول، وإلى أرواح أمواتهم رحم الله من قرأ الفاتحة مع الصلوات.